السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الثامنة من لعبة بلانت كرافتر، اللعبة اللي تحول فيها كوكب أحمر إلى كوكب أخضر مؤهل للعيش. واو، شوف حفاراتنا كيف، شوفوا حفاراتنا، نبغى نشتغل اليوم إن شاء الله شغل، نبغى نشتغل شغل. وعشان لا يزعلوا مني المتابعين، أبغى أشيل الأشياء الصغيرة هذه ونبدأ نحولها لأشياء كبيرة، ونبغى نبدأ نصير منظمين. و خلينا نشوف الحصيدة حقتنا من الحفارات، نحن بنينا حفارات نحصل دحين أشياء كثير. أوه، إيش الفضيحة هذه؟ فضحتني والله الحفارات، ما كنت متوقع إني أحصل فيها دحين أشياء، ما طلع فيها شيء، فضحتوني. لا بس ترى ما أدينا وقت، يعني أنا ما أدينا وقت، عيب عيب عليكم، عيب عيب. وانا قاعد اقول لكم اقول للمتابعين هذه اهم شيء ابنيه، اجيب فضحتوني، الله يفضح ابليسكم. طيب طيب خلاص، خلينا نبدا، ما لسه ما جات البحيره، البحيره لسه ما بدات. اوكي، فاهم شيء عندنا الاكسجين، ترى نبغى نشتغل شويه على الاكسجين. استنى استنى استنى، قبل ما نبدا في الاكسجين خليني اجيب الحديد. فين الحديد؟ اوه الالمنيوم هنا. حديد ما في، صدقوا ما في حديد. اوكي، بس في اريديوم عندي، شايف واحد اريديوم، وناخذ معاه الالمنيوم. ابغى ابدا بصراحه، لحظه خلينا نسوي من برا، ابغى ابدا بصراحه اننا نسوي نتوسع شويه كذا، نتوسع من هذه الناحيه. طيب ليه ابغى اسوي لي باب، ابغى اسوي لي باب من برا، ابغى اسوي لي باب ثاني من برا. شوفوا الحين احنا هنا وسعنا المكان، حلو حلو، ممتاز ممتاز. طيب انا ليه حست كذا، ابغى حديد صح، ابغى حديد. تعالوا شوفوا شوفوا، تيجي الحفرات بس ادوها وقت، انتوا يعني كمان ادوها وقت، لا تصيروا. وهذه والله يبغالنا الجراس، هذه مره مهمه ترى، حقت الاعشاب هذه مره مهمه، يبغالنا واحد مويه. فين حق المطر؟ في مويه مطر في ولا؟ يا سلام، شوفوا شوفوا كيف، خلاص ما تحتاج تجيب تسوي ثلج. ايوه يبغالنا، شوفوا نبته نبته، هذه مره مهمه لان هي اللي بتزود لك الخضار، الخضار لما يزيد تنفتح لك اشياء في المعمل. طيب يبغالي والله ابدا ارتب، يبغالي ابدا ارتب، مو حلو كذا لما يمرتب. شوف النباتات، يبغالي احط النباتات لوحدها، شايفين النباتات لازم ابدا احطها في واحده، يعني شوف عندي واحد واثنين، خليني ابدا اسوي منهم اثنين هذولا، مغنيسيوم والومنيوم، شايفين حلو. فينهم 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 فين هذه هذه هذه، ايوه حطها في مكان انه يزود الخضار، لانه كل ما زود الخضار انا اوريكم كيف تنفتح لنا وصفات. شوفوا الوصفات اللي هنا، تنفتح وصفة هنا، شوف هذا يزيد، هذا العداد يزيد كل ما يزيد الخضار، فتنفتح لنا وصفات. نبغى نفتح كمان جراسر ثانية، يبغى لنا موية والومنيوم. ايوه حلو، نجيب الالومنيوم ونحطه هذه هنا في الوسط، ايش رايكم؟ فكرة رهيبة صح؟ نجيب، ما في مويه، ما نجيب لنا مويه كمان. ها السلام عليك، يلا نجيب بس الومنيوم، الومنيوم الومنيوم. شوفوا ولا تزعل ولا تزعل، شوفوا هذه الومنيوم، ايش رايكم للالومنيوم؟ بس الحين بس ببني واحده لهذه واخليها هذه بس للالومنيوم. اوكي، ف نبني حقة الطاقة في هذاك المكان اللي قلت لكم عليها، أحسها حتكون جميلة في وسط القاعة، وفي نفس الوقت ما تاخذ مساحة. حط لنا واحدة حقة حرارة هنا عشان يتدفوا، هاي ايش رايكم؟ حتى شكلها جميل، والله شكلها جميل، النباتات ولا رهيب رهيب، شكلها خطير خطير. طيب فهذا خلي هنا، لازم لازم الدنيا نخضرها عشان نقدر تنفتح لنا أشياء معينة. اوكي، هنا في مويه عندنا ولا ما في؟ والله جاتنا مويه، يعني نقدر نسوي واحده ثانيه حقت اعشاب، بس يبغى لنا واحد الومنيوم ثاني.
نجيب الألمنيوم. حفارات، في شيء عندكم حفارات؟ يلا. حلو 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 حلو. عارفين ليه حلو؟ اني اقدر اسوي ذحين خزنة ثانية واسميها خزنة ثانية. فين؟ هنا خزنة ثانية. شوف هم يحطوا لك اياها بالمقلوب عشان يبوك تحطها بالمقلوب. طيب يعني هذا يسموها ايه؟ بلانتس، نباتات. هنا النباتات، اوكي؟ هنجيب النباتات حقتنا من هنا، وهذه نخليها الالمنيوم هنا. يلا شوف، حتى في اكسجين هنا. وحنسوي واحدة بصراحة واحدة حنسوي، شوف في ثلج عندي هنا، وواحدة حنسويها للطعام الاكل. طيب هذه هنا، تعالي هنا هنا هنا، هذه ابغاها الحين عشان اسوي فيها. حط الاكل دحين هنا موجودة، وحط الفابريك. والله الفابريك اتذكر كنت احتاجه اول. اقول لك حط كل شيء. وخلينا نجي عشان نروح ندور. لا بس قلنا نبغى نسوي سبيدر. يبغى الالمنيوم ومغنيسيوم والبذره. يبغى هذه ومغنيسيوم، واحد الالمنيوم. حلو، شوف لما تكون كذا موجود. طيب هات هذه وهات هذه وهات هذه وهات هذه وهات هذه وهات الالوي. الالوي يبغى اسوي لك مكان. طيب روحي روحي روحي. هذه لا، هذه شوف هذه ما تفيد انا مودفاير، لكن هذه حتفيد. معليش طورت عليكم. ايش ناقص؟ باقي واحده مويه. فين مويه حطيتها هنا؟ ايوه. طيب واحده مويه. يا الله شوف ايش بالجو، ايش صار في الجو؟ غبر غبرونا عج. يا الله حتى في الكوكب في عج. هبوب. يلا كذا حلو. الحين شويه الدنيا حتخضر عندنا. حلو ممتاز ممتاز. طيب اللوي اللي معايا، واحدة اللوي. نبغى نجيب المويه اللي هنا، ما في ولا مويه. تطلعي اطلعي مويه. في اظن واحدة اكسجينايا، واحدة ايس جوا. هنا في شيء طلع؟ ما طلع. باذنجانة يا كبرها يا كبرها، حطها هنا. ونروح نحط هذه هنا، وهذه نحطها هنا. وقول له نبغى التلج. ترى بعدين التلج يذوب مع الحرارة، لما نزود نحن الحرارة ونعدم أم الكوكب اللي كان عايش مرتاح وجينا بهذنا. هذا اللي ورا ما هو مرة عجبتني، يبغالي أغيرها بصراحة. ولا أغيرها، يبغالنا نمتد على جوا. خلاص عندنا باب هنا ثاني. شوف فتحنا، نفتح باب ثاني هنا، نفتح باب ثاني إن شاء الله هنا، وتكون أمورنا في السليم. موية موية عشان نروح نحن مرتاحين. حلو. طيب انا بروح اكتشف هذاك المركب اللي هناك. شوفوا البعيدة، اتذكر كانت فيها اشياء مهمة في الديمو لما لعبناها. فخلينا نروح على جهتها ونبني. شوف يعني في الطريق نحاول نطول، ناخذ حديد. حديد يا صاحبنا اللي ترك علي يقول لي حديد حديد، وبعدين ما يبقى معاك ولا شيء. طيب وتيتانيوم والسيليكون، هذول مهمين الثلاثة، خاصة الحديد هو أهمهم عشان نقدر نبني. أوه لا، الشنطة هذه ما حنخليكي. أنا ما أبغى أشوف شنطة قدامي، شنطة قدامي ما أبغى أشوف. طيب كبيتش. حلو تمام. وإذا نقدر نبني، والله المشكلة المنطقة هذه ما فيها ألمنيوم ولا كنا، بس ممكن نحط ليفل 2 حفارات مثلا، يعني حفار دريل رقم 2. ممكن نرمي واحد هنا وواحد هناك، بس لا نتورط. انا ابغى نتورط. شوف المنطقه اللي ورا الغبار هذه ترى مليانه سوبر الوي، انا فاكر انها كانت مليانه سوبر الوي. طيب حلو، لا تشيل كثير معاك، لا تشيل كثير معاك. والله جوا حتحصل، ما حتحصل مكان، ما حتحصل مكان في الشيلة. ما نعرف الشنطة الخامسة متى تنفتح، ولا اصلا في شنطة خامسة ولا لا. حلو، فين الاكسجين؟ انا ما ابغى اعبي الاكسجين هنا. اتذكر هنا كانت في بنينا بيت نحن الحلقة اللي فاتت، بنينا. ايوه شوفوا 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 هنا موجود. حلو، المويه بتغلق علينا. ابني حق كرافتنج.
تزود في البيت. اقدر ابني كمان ثاني، يبالي حديد. هذا لا تيتانيوم هنا. طيب المويه حتروح في الواطي مع العواصف هذه، والله بيشفط المويه. شفت هذه تلج، خلينا ناخذ التلج. ماني شايف تلج، شايف تيتانيوم وحديد، وشكلي حرميه لانه الشنطه مليانه جوا. ابغى تلج، ما في تلج؟ ما عندكم تلج هنا ولا هنا؟ ترى بعض المرات تكون في صناديق مدسوسه هنا ولا هنا. انتبهوا انتبهوا، يسووها يسووها. ولا صناديق ذهبيه. والله انا في محمد البديري ارسل لي فيديو، نشوف شنطه هنا. شنطه 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 شنطه. ممتاز ممتاز، يا سلام يا سلام. لازم اسوي طاقه. طيب هنا اقدر، ايوه كل مكان يبالي حديده. حديده يا اوه، شوف السبر اللوي. المنطقه هذه انا عارفها مليانه سبر. لا هذا حديد. ايش بي ايش بي انا؟ اوكي اصلا الباب هذا خذ ثم اكسجين. تمام يلا شوف هذا، هذا غلقنا منه نحن. حلو، اشفط ابوه ولا تخليه. والله ترى عندي قرنبع كثير، انا متاكد جوا انه ما حنقدر نشيل. لازم لازم نفضي، لازم نسوي صندوق. سوي صندوق وخش جوا، سوي صندوق جوا ال هنا. خلينا قريبين لانه مو معقوله حنخش ونرميها برا. لا احد متابعين قال لي ابني صندوق يا حبيبي، وريح بالك ابني صندوق وحط فيه اشياءك. طيب عشان لا يضحكوا علي، يقول لي الصناديق ابنيها مقلوبه. هم ترى اللعبه يحطوا لك اياها، شوف والله مقلوبه، والله هم يضحكوا علي، هم يضحكوا علي. طيب حلو، هذه الاشياء المهمه. والله حتى لك الخليه، حتى لك الخليه. طيب هذه الاشياء المهمه، نروح الحين نستفيد. اقول لك حتى الالومنيوم والسوبر. استنى استنى، عندي الومنيوم، انا عندي الومنيوم وما بنيت حق طاقه. انا صاحي، انا صاحي، انا صاحي. بقي لي حديد بس بقي لي حديد. حديد شوف، تروح عشان تبغى تسوي مهمه تروح تنخرط في شيء ثاني. سيليكون، ما ابغى سيليكون، حديد حديد. بعض المرات ينقصني التركيز، اقعد كذا اتحمس مع اللعبه ويكون قدامي انا منهم ولا اشوفه. ايوه صك لك واحد حق طاقه كذا ما تبغى. يا سلام يا سلام، بس انا هذا ما يخارجني مع مع الاشياء الكبيره اللي ابنيها، هذا ما يخارج. طيب اوكي نيجي هنا، ما في شيء فوق هنا ولا هنا؟ ما في ما في، لا ما في. حلو، على طول ظلمت الدنيا. انا فاكر هنا ما في شيء، هنا لازم جوا يمكن. تحت 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 تحت، دور زي الناس. بعض المرات تكون في وصفات، اهم شيء الوصفه. اوه بذور، البذور، اوه بذور كمان. بينز 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 بينز، يا سلام. انا عارف المكان هذا حنخرج منه واشياء حنرميها. يا سلام يا سلام، اقدر البس اخذ الجت، اقدر احط الجت. يا سلام، ها اي الصناديق هذا اللي تعذب القلب، اللي تعذب القلب وفوقها نكسرها، اللي تعذب القلب وفوقها نكسرها. يا قلب لا تحزن، يا قلب لا تحزن، يا قلب لا تحزن. ليه؟ عشان ابى اكسرها. في شيء جوا؟ او صح، اقول لك كسر الصندوق عشان اعرف انه ما يحتاج. خليه مرمي هنا. طيب نحن هنا ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء.
طيب مو معقولة كذا، نحنا امتلينا امتلينا. في شيء يترمي؟ اكسجين اللي في اللو. ممكن حديد يترمي، ما اقدر اشيل بذور بالهبل، بذور بالهبل. لازم اسوي لها صندوق خاص فيها. طيب ناخذ هذا. البذور لا تعوض، البذور لا تعوض. كم يا قلبي يا نحن ما استكشفنا هذه كلها وجات. يا سلام، شوف فين حطي لي كذا. لا 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 لا، هذه لازم منها. لا 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 لا، ارمي ارمي ارمي، هذه وهذه لازم منها، لازم لازم لازم. ايش في شيء ترمي كمان؟ لا ما اقدر ارمي البذور، لا ما اقدر ارمي البذور، معليش. لا تعال تعال بعدين، تعال بعدين، تعال بعدين يا سيدي الكريم. لا ما ينفع ما ينفع، ما يخارج. كفي كفي كذا ونرجع. ما حكتشف الثاني، ما حكتشف انا واحد مكان و بطلع برا، بطلع برا ونروح لمركبتنا ونسوي الاشياء الخطيرة اللي نقدر نسويها. عبي اكسجين بس. نرجع دحين، نرجع في الليل. والله الليل ما كان مظلم في الديمو زي كذا. من جد انا احتاج اني اسوي مؤشر لنا في القاعدة. هذه المنطقة انا متأكد فيها، فيها بلاوي، هذه المنطقة فيها بلاوي. يبغانا نشوف نحن. شوف القمر كيف رهيب شكله، رهيب مرة خطيرة. الرسومات في اللعبة هذه مرة خطيرة كذا، تجيب استرخاء، تحس بالراحة وانت تطالع فيها. واو. هذا ليفل 2، شكلهم شكلهم المتابعين حيحشوني عليه، بس احسن من ولا شيء يعني. اخليه كذا موجود احسن من ولا شيء. ان شاء الله انا حاشتغل على اللي عندي، اللي عندي في القاعدة، احاول اني اغيرهم كلهم، اخليهم ليفل 3. ليفل 1 ما ينفع، وليفل 2 ما ينفع. ما انا عارف ومقدر. شوف كين وصلنا، وصلنا وصلنا، قربنا. حلو، الحين نشوف الحفارات، ان شاء الله تكون مليانه. والله حرجتني المره اللي فاتت اقول لكم مليانه وتروح احصل فيها واحده. يقول ايش التعب حق جايب حفاره. والله بس بيشتغل الحفارات، بيشتغل عليها ان شاء الله. والله منور الاحمر، منور الاحمر. طيب هنا في مويه، عطشان، اقدر ايوه اقدر 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 اشرب وهي فيه. حلو. طيب شوف كيف، والله ريحتنا صح، ريحتنا كثير. طيب ايش تبغى تسوي؟ اهم شيء ايش ابغى اسوي؟ خلينا شو اوريكم بس الطاقة، عشان شوف الطاقة اللي موجودة 539، المستخدمة 509، المتبقية 30. شايفين 30 المتبقية، فما هي خارج يعني. لو جينا بنينا هذه، هذه حتاخذ كم؟ تاخذ 17. خلينا نبني واحدة من هذه. طيب لازم نسوي صندوق، صندوق للبذور. لازم بذور، هذه أشغلتنا. وكمان في عندي شيء كمان عندي، أبغى أسوي الجت، أبغى أسوي الجت، جت باك. يبغى لي اثنين، هذا الواحد شوف كيف يبغاله. بس والله أطير اطير 105. طيب اوكي خلي شويه، انا ابغى اسوي اول شيء الطاقه. قلنا الطاقه يعني الطاقه، ناخذ 2 مويه من حقه المطر هنا، حقه المطر هذا ناخذ منها 2 مويه، ناخذها كلها عشان تطلع لي مويه زياده. اوكي، وعجبتني بصراحه، نفسي احطها جوا حقه هذه كذا، تحسها فخامه. ما احطها في الشارع بصراحه، ما احطها في الشارع، احطها هنا. اوف ما تجي.
لازم اظن في الشارع، صدقوا ما تجي جوا، لازم في الشارع. طب نحطها في جنبه كذا يعني، والله اقول لك روح رصها مع صاحباتها. يلا روح ترصي مع صاحباتك. اوه شوفوا في بحيرة سارة تحت. يلا يا سلام يا سلام يا سلام، والله كذا في بحيرة تحت سارت، خلينا نروح نلقي عليها نظرة. فاكرين اللي لا اللي شافوا الديمو هيفتكروا كانت المنطقة دي كلها غرقت، وانا ما والاشياء حقتي توقفت في الكهرباء والموية، ما هي ووتر بروف، ما هي ضد الماء، طلعت الاشياء وشيل وحمل واسبح وحوسة. يلا رهيب رهيب، شوف كيف شكل البحيرة قامت تبان قامت تطلع حلو. طيب نكمل نكمل نكمل، نرجع لي هذا نبغى نسوي. بشوف انا دحين عية اللي يمشي وعية اللي ما يمشي. شوف انا شايف العداد حق التي اي اللي فوق بيمشي بشويش، لازم نقعد نبني حفارات واشياء، ترى نحن متاخرين فيها بصراحة، حفارات وهيتر وكذا. عندي الهيتر والله مهم مهم جدا اني اسويه. الاكسجين بطيء، تحس انه بقيه كلهم بيتغير، هذا الاكسجين بطيء. يا قلبي، سيليكون سيليكون مغنيسيوم المنيوم سيليكون سيليكون، لازم استنى 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 اشوف الحفارات حقتي المنتج حقي عشان اقول لكم. لا تفضحيني والله، لا افتح الصندوق يطلع ما في شيء مشكله. لا تقولوا، شفتوا شفتوا كيف. طيب هذا حقة اكسجين نبغى نحطها في كل مكان، حط واحدة هنا او واحدة شوية بعيدة 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 كذا، نبغى نحط اكسجين معاها. طيب ايش في غير كمان بغانا نجيب من الاشياء الثانية حقتنا؟ هذا الصندوق لا يمتلي ترى، لو امتلى خلينا نشوف الثاني، لو امتلى يا سلام. استنى نبغى السيليكون، نبغى السيليكون، نحط السيليكون. وش كمان اسلكم السيو؟ ايش بقى ايش ناقص؟ مويه. طيب اظن لازم نسوي صناديق، خلاص لازم نبدا بالتنظيم صح، لازم نبدا بالتنظيم، ما يخارج كذا. طيب حلو، لازم نبدا بالتنظيم. عندي حقة حرارة، لازم ابني حقة حرارة، معليش معليش. ايش باقي لي حقة الحرارة؟ موجود كل شيء، هنروح نحطها جوا هناك، انا عاجبني المكان هناك ولا كيف؟ ايش رايكم انتو؟ ايش رايكم؟ هذا المكان رهيب، بحط فيه يا سلام، خلي الدنيا تشتغل تنفك الريسبي والوصفات. لازم شوف الابو العداد يمشي اللي فوق، قاعد يمشي بشويش. البحيره 3% لسه. يلا طيب طيب نحن لو فكينا الصغار هذه، 1 2 3 4 5، اوف طاحت في الارض ما عندي مكه. طيب طيب معليش معليش. معليش. هوب. شوف هم اللي يحطوها لي زي كذا، والله هم ولا انا بالعكس. شوف يعني اول ما يحطوا يحطوا لك، المفروض تعدلوها. تعدلوها. اوكي ابغى احط السيليكون، ابغى اسميها السيليكون سيليكون، في غلط في الكتابة صح؟ سيليكون سيليكون صح؟ لا طيب حط هذا السيليكون هنا شوي شوي. هذه ايش؟ هذه بصراحة احط فيها الاكل، انا احس الاكل خلي شوية الاكل، خلي شوية هنا، خليه
مغنيسيوم. هذا المغنيسيوم الرمز حق المغنيسيوم. يلا حط هنا مغنيسيوم. اوكي خلينا ناخذ الاشياء اللي بتطيح هنا. حلو، كم طلعت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نيجي هنا نقول له حول لي اياها كذا، وبعدين نيجي هنا ونقول له حط لي واحدة اللي في الثلاثة. ها ايش رايكم؟ بس ايش رايكم، اعجبكم ولا ما اعجبكم؟ بس خلينا الكبار هذه، اخذنا الصغار وحولناها شوية شوية. نحن شوية شوية حنبدأ حننظم ونشيل هذه ليفل 1، هذه كلها نشيلها ان شاء الله باذن الله، حتى الحفارات. حلو، ايش تبغى اكثر من كذا؟ غرف معزولة ورهيبة. اكسجين برضو يبغى لنا، اكسجين يبغى لنا، موية هنا، الموية ومغنيسيوم. يا سلام، موية في عين العدو. ترى انا حطيت واحدة وما حطيت لها اكسجين، ترى انتبهوا، ما حطيت لها بذرة. شوفوا شوفوا كيف الحين صارت الاشياء تجينا بسرعة. شايفين شايفين اللي كنت ابغى الحفارات؟ نبغى حقة اكسجين برضو، نحط هنا واحدة، نحط واحدة هنا، وخلينا نجيب بذرات لهم، لازم نجيب بذرات. والله والله هذه هذه ابغى اخليها بذور سيدز. الو بذور، وهذا نطلعها، هذا نطلعها، حتى الاكل يبغانا ندور هنا. نطلع هذه ونطلع هذه اوكي اوكي. بس انا ابغى الحين عشان احط هنا هذا 300 مهم. لا رجع 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 هنا، خلاص والله بنينا بنينا بالهبل بالهبل بنينا. طيب خلينا ناخذ واحدة ابو 300 600 600 يا حبيبي. حط ابو 600 هنا عشان تزود الاكسجين، وهنا نحط ابو كم؟ لا هذه فيها، هذه في هذه ما فيها. حلو، طيب الاخضر. الصواريخ ايش يبغى لها؟ ايش يبغى لها الصواريخ؟ عشان ابغى اجيب يورانيوم، ابغى اجيب اليورانيوم، ايش يبغى لي احط لها؟ احلى شيء نطلع بسرعه. هذا يبغى له انجل. لا يا حبيبي لا، ما في ما في، هذه فاضيه هنا وحطيناها فاضيه. لا والله فيها 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 فيها. ممتاز ممتاز ممتاز، اشتغلي اشتغلي حفارات. اوكي هذه البذور، هذا الالمنيوم، بنحط الالمنيوم هنا. هذا طيب اوكي، الالمنيوم ناخذ من هنا. هنا عندنا اسموزيوم، نحط الالمنيوم. اطلع اطلع اطلع، الالمنيوم هنا موجود، ونروح نسوي باب. ابى اسوي باب خلفي، بس قبل ما اسوي باب خلفي خلينا اكبر المكان. اوه هيدريشن اللي في اللوب. حلو، وكبر. ايش وراك؟ اشرب مويه. خلينا نكبر، ابغى اوصل لين هنا أنا. حلو حلو كتير، مره حلو كتير. طيب دخلنا، ايوه ايوه، خلينا نوسع الدنيا. نقدر نسوي قزاز اصلا. القزاز كيف؟ ايش يطلب كذا يعني؟ حركات حركات، نشوف قزاز برا يعني، يعني ان كذا نحن ناس رايقه. والله يبغى له رواقه هذه. والله حتى هذه نفسي اشيلها في الطريق من الطريق هذا كذا، ونسوي له غرف خاصه. طيب ايش اهم شيء نبغى نسوي نحن ابجريد الاشياء المهمه؟ اوه هذه السبيد ما سويتها، ما سويتها، راحت علي. غلطتكم انتم يا متابعين، ما قلتوا لي ما قلتوا لي. طيب تبغى واحد المنيوم، وتبغى واحد اظن سيليكون كانت تبغى. خلينا، ما مو عاجبني هذه الاشياء هنا موجوده، لازم نفضي. خلاص قلنا هنا بلانت نباتات نباتات، وهناك بذور بذور.
اوكي هذه نسوي كذا، وهذه ايش تحتاج؟ تحتاج اللوي اللوي اللوي. ما عندي اللوي معقولة؟ ولا كبيرة، هذه كبيرة كبيرة، معناها حان وقت الاستكشاف. طيب يعني نجيب هنا واحدة، الثانية واللوي، الثالثة ايش تحتاج؟ تحتاج مغني ألمنيوم واللوي. عندي بس هل اللوي عندي؟ هنا السيليكون، انا حاطط سيليكون اثنين، لا حسيت اني حاطط سيليكون اثنين. طيب خلينا نرتب اشياءنا، نرتب المغنيسيوم هنا ونحط حلو. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أقدر أسوي منه واحدة كمان، ستة أبغى ستة، سبعة سبعة ما عندي، ما ينفع. طيب خليني، عارف اني طورت عليكم في اللعبة مرحلة، بس خليني اخذ لي جولة صغيرة على مكان المنطقة المدبسة على قول صاحبنا وخوينا. ابغى اشوف في صندوق، قالوا لي هناك في صندوق ذهبي فوق المركبة، فخليني اروح اشوفه. هذه كلها حغيرها ان شاء الله، كل هذه غيرها. فشوف والله يضحك لي لما كلي مدبسة من جد، شكلها كذا كأنها دبابيس. يلا حلو ممتاز رائع. واو ما في كهوف هنا، في العادة هنا تكون المنطقة فيها كهوف. أنا ما أخذت معايا ولا حاجة صح؟ ألمنيوم يا حبيبي. هنا أظن هنا أنا بفتح أبفتح لا لا في الوادي أفضل، في الوادي أفضل. ألمنيوم ممتاز في الوادي ولا هنا؟ طيب والله بس فرحت المرحلة اللي فاتت انه حصلت الجثة، مرة فرحت بصراحة. اوكي هذه طيب شيل ابوها. اوف لا 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 انفتحت الشنطة الخامسة، بس ابغى خلاص خلينا ما دام جينا هنا نحن. قال لي اطلع فوقها هتحصل صندوق ذهبي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على الشباب، ما شاء الله. واو كمان مايكروشوب، ما شاء الله عليكم، رهيبين رهيبين. طيب انا دحين تربشت، انا تربشت، الشنطة انفتحت الخامسة، انفتحت الشنطة، خليني اروح اشوف كيف افتح الشنطة. اوف بس خش خش هنا، يلا خش نفس نفس، يلا يلا الشط الخامسة، هذا أهم شيء في الحياة، أهم شيء في الحياة. يلا جيناكم 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 يا شنطة يا شنطة، اتحمست، انفتحت الشنطة الخامسة. أظن والله وأعلم يبغالي أزود الأكسجين، لأنه حاسس إنه عداد الأكسجين بيمشي بشويش. شوف نحن من اول كمان على خمسة كمان، هذا مرة بطيء، يبغالنا نسرعه كمان المشي. شنطة الخامسة ما اعرف ليش، والله تلوك لك تلوك لك. يا سلام فود ليفل لو، فود ليفل لو. انا اتركوني الحين، اتركوني على الشنطة، اتركوني على الشنطة. الخامسة ايش تحتاج؟ ثلاثة اللوي، صدق انه ما عندي اللوي الا واحد، ما عندي اللوي الا واحد. ايش احتاج للوي عشان اسويه؟ اظن واحد من كل شيء صح؟ واحد من كل شيء. طب استنى استنى استنى، انا ما اقدر اترك اللعبة وانا ما جبت الشنطة صح؟ قلبي ما يعورني ما يرضالي. خليني بس احط البذور هذه، شوف ايش جايب معايا. اوكي خليني اجيب شوف الحفارات، شوف الحفارات، شوف الحفارات، شوف حتمتلي وما اقدر بعدين اسويها. خليني اسوي اللوي، ابى اسوي اللوي، هذه ميزة اللوي انك تقدر تسويه. تيتانيوم تيتانيوم، يبغالي تيتانيوم، فين تيتانيوم؟ تيتانيوم يا كثر عندي والله. حط المغنيسيوم شوية، حط شوية، فضي من المغنيسيوم.
اظن يبغى لنا بس اثنين مغنيسيوم. تيتانيوم عندي كثير انا فاكر. طيب ناخذ سوي لنا واحده، سوي لنا يبغى لنا كوبالت. في عندي كوبالت؟ شوف لو سويت انا كان، لو كنت منظم كان عرفت انه ايش يبغى لي كوبالت وايش مغنيسيوم. اظن كوبالت ومغنيسيوم. هنجيب. روح لا تزعل لا تزعل. هذا ايش قلنا؟ بلانت. انا يلا حطها هنا، وهذه افتحها شوف لنا ايش هي. يلا شوف هذه ايش. هذه اوه ساتلايت، هذا نرسله جي بي اس. الو ها، واو والله الحفارات تريح القلب. شوف فين حاطها، في جنبي انا متى ما ابغى. سلام يا سلام، كم اللوي عندي؟ ثلاثة. خلاص هات الشنطة. طيب الشنطة ما حيديني اياها الا خذ السيد نباتات. هذه ايش قلنا بنخليها؟ هذه بنخليها. والله يبغى لي تنظيم، والله يبغى لي تنظيم. انا عارف المغنيسيوم والكوبالت تحطهم مع بعض. يلا حلو. يلا تيتانيوم. حسبي الله ونعم الوكيل. ها لازم انظم الشنطة حقتي انا. طيب ننزل الشنطة لازم. ايوه سوبر الوي. طيب وش باقي؟ الشنطة. واو يا سلام شوف الشنطة قديش كبرها، واو. طيب قبل ما ننهي حاجة خلينا ننظم. ايش رأيكم؟ شوف كيف صرت اشيل اكثر من الشنطة. هذه ايش قلنا عليها؟ هذه نبغى نقول انها عبارة عن تيتانيوم. حط التيتانيوم هنا بس، نبغى تيتانيوم نجي لهذا المكان. طيب قلنا تيتانيوم، نحط على الإشارة هنا تيتانيوم. طيب خلاص هنا نحطه، ولا أحد يزعل مني ولا أحد يزعل منه. السيليكون لما نحطه في مكان السيليكون. ها حلو هذا السيليكون هنا. المغنيسيوم هات الكوبالت وهات الحديد ونحط لك المغنيسيوم. لا تزعل مني ولا أزعل منك. أوكي هذه إيش؟ هذه والله خليط. هات الحديد، هات التيتانيوم والمغنيسيوم. إيش هذه؟ أنا ما حطيتها، والله إني يبغى لي ضرب. هذه يلا حطيتها سبيد، يعني يصير المايننج حقي سريع. أوكي كبيش، نسوي واحدة للحديد حنرتاح. هذه نكتب عليها ايرون، مع انه والله الحديد ما يحتاج على طول اصلا. انا بوسع فيه على طول. هيدريشن ليفل لو. شوف يا الله. طيب ابغى ابني شيء اكسجين قبل ما اغلق، بس هذه ما اقدر. اكسجين يبغى لي سيليكون واحد ثاني والمنيوم ومويه. طيب حفاره بس ابغى اثنين المنيوم وابني حفاره. اثنين المنيوم. شوف المشكله زي كذا، تروح التيتانيوم كوبالت. نبغى نسوي واحده للكوبالت، نحن في البداية شوية بحاول أنظم عشان. حلو نحط إيش؟ الكوبالت. ممتاز. وهنا المغنيسيوم، هنا السيليكون،
لا تجيني أسألك وتقول لي بعدين ناقصني، مع انه والله ابغى واحدة سيليكون، بس واحدة سيليكون عشان اسوي باب. طيب وهنا الحديد، لا مو هنا الحديد، فين 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 سويت واحدة الحديد انا هنا. طولت عليكم مرة، طولت عليكم صح. كوبالت وهذا الحديد هنا حديد. يلا واحد اثنين ثلاثة، وخلي اثنين عندي عشان ابغى إريديوم. الله يا قلبي يا قلبي يا قلبي. نشرب مويه، ناخذ مويه، ناخذ مويه من حقه المطر. الو، ونفتح باب من هنا. انا من اول نفسي افتح باب من هنا. يا سلام، باب من هنا وباب من هناك، ونجي لهذه المنطقه ناخذ الأشياء حقتنا. وأظن بكذا أعزائي المتابعين نصل إلى آخر المرحلة لهذا اليوم. وصلنا تقريبا البحيرة 5%. البحيرة مرة بطيئة مرة بطيئة. بس اسمحوا لي قبل ما أقول لكم مع السلامة، أني أبني إيش؟ حفارة. تستاهل حفارة صح؟ تستاهل تستاهل. يلا لا اطول عليكم، ها حطها هنا بس خليها تحفر. انا ماني عارف ابغاهم يحفروا شيء معين هنا، فانا بحطهم كلهم في جنب. في هنا فين 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 ايوه يلا حفري معاهم، حفري ايش تحفر وانا ما اعرف. بس شوف شكله كيف رهيب رهيب اعزائي المتابعين. والله طولت عليكم، سامحوني سامحوني سامحوني. اللعبة إدمان. نراكم في الحلقة 9 إن شاء الله، وفي أمان الله.